بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن لجنة المعاينة التابعة لجمعية يافا للإغاثة الإنسانية في مدينة يافا. كما تتذكرون في شهر رمضان المبارك أطلقنا صرخة استغاثة. نحن في حي العجمي، هذا البيت تم تصويره، اليوم حابين نشارككم ونبارك لكل أخ ساهم معنا وتبرع، نبارك له، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في أمواله وفي أولاده وفي صحته بمشيئة الله تعالى. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: أهله وماله وأعماله. يرجع اثنان فبضل معاه بس إشي واحد هي الأعمال. فهاي هي الأعمال يا إخوان، الإخوان اللي بيتبرعوا هذا المطبخ إذا بتتذكروا السقف. إذا بنتذكر السقف كان كله خلوع، البرابيج الكهرباء اللي كانت، بيت المي كان يتحرك على الهواء. فعمل جبار. المطبخ، المطبخ المجدة كانت تنز، فالحمد لله رب العالمين. عجب، بارك الله بكل أخ وكل أخت ساهمت. مطبخ جديد. أحب الناس إلى الله، أحب الناس إلى الله، أنفعهم للناس، أو أنفعهم للناس بمشاعره ومواساته لهم ومعايشته لآلامهم وآمالهم والسعي في تفريج كرباتهم، إما بنفسه أو بالسعي لدى الآخرين ممن يستطيع الوصول إليهم. هذا أحب الخلق إلى الله، إنه أنفعهم للناس. ثم يقول مؤكدا هذا وضاربا بعض الأمثلة المهمة لنفع الناس، قال: وأحب الأعمال إلى الله. انظر أيضا بصيغة التفضيل، أحب الأعمال إلى الله: سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تسد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد المدينة، شهرا. يا لله العجب!